حضرتك بتتكلمي عن الثقة. أنا لسه قريت تصريح لنائب لبناني اسمه بلال عبدالله، كان بيتكلم أن أهم ما يميز دور مصر في علاقتها مع يعني الكثير من الدول العربية أن كل هذه الدول على ثقة كاملة، أن مصر بتستحوذ على ثقة كل أطراف المعادلة في أي دولة. بالضبط، ما هو ده إحنا أصل ده الواقع اللي إحنا عايشينه، إحنا مش بنخترع. إحنا على فكرة ليه الدول كلها دلوقتي بقت واقفة مع مصر؟ الدول المحترمة والقيادات المحترمة، ليه؟ لأنه شايفين زي ما قلنا إن هذا الرجل قائد بيحب بلده قوي 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 قوي، بس بيحب الخير للكل، فبيدي يعني بيخلي مصر تبقى هي النموذج الذي يحتذى قدام كل الناس. لأنه النهاردة لما يجي حد يعني يشوف اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا واللي حصل في ليبيا، ويعني الدمار اللي جابه لنا الربيع العبري، انا بسميه العبري معلش، فكل ده يعني لما يبقى فيه ده وفي نموذج وقف رغم كل المصاعب دي ورغم جائحه الكورونا اللي هي كانت كمان حاجه بره الاطار خالص، يعني ما حدش كان متوقعها، وبالرغم من كده تقدري انت تتجاوزي كل العقبات دي وتعملي طرق وتعملي مباني وتشيلي العشوائيات وتفتحي مصانع وتفتحي اماكن صناعيه وتبني محطات كهرباء. انت عارفه ان احنا بنمد العراق بالكهرباء. لما تعملي كل ده، لما تبقي بتدي لافريقيا حتى الفيروس سي عالجتيهم من عالجتي دول منه، كل حاجه تقدري تساعدي بيها بتساعدي. النهارده انت كنت بتتكلمي على جوليوس نيريري، يعني في كذا حاجه بتتعمل النهارده بيتقال اللي عمل ده مصر. احنا كان عندنا السمعه دي زمان، بس طبعا مش بالقدر الكبير ده، لكن كان عندنا السمعه دي في افريقيا وكان عندنا الرصيد ده العربي. فاحنا بنرجع تاني زي ما انا قلت من زمان، مصر بتستعيد مكانها ومكانتها. طيب أستاذة فريدة، حضرتك بدأتي كلامك خالص بأول جملة قلتيها كانت الرهان على المواطن. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فيش أي مناسبة بتمر إلا وبيشكر فيها المواطن المصري على أول نقطة خالص، نقطة الانطلاق، تحمل المواطن المصري لبرنامج اقتصادي أو برنامج إصلاح اقتصادي كان صعب. بعد ما شفنا مصر هنا دلوقتي، وبعد ما شفنا مصر هي السند لكثير من البلدان والأشقاء سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي، إلى أي مدى نقدر نقول إن الرئيس السيسي كسب في هذا الرهان اللي راهن فيه على المواطن المصري وتحمله كل هذه المراحل اللي مصر مرت بيها؟ هو كسب وإحنا كسبنا. يعني إحنا رهننا عليه وكسبنا. ليه؟ لأن هو مين اللي فوضه؟ مش هو قال فوضوني؟ قلنا له هنفوضك. ازاي؟ انا دايما اقول القلوب شاورت عليه. هو ده الاحساس، هي ده، هو دي الشفره المصريه اللي ما حدش في العالم لغايه النهارده عارف يحلها. وده اللي احنا دايما، انا دايما اقول اللي حصل في يونيو 67 لما نزلنا وهزمنا الهزيمه هو حصل شبهه بس باختلاف الظروف. في 30 يونيو لما نزلنا برضه وهزمنا المشروع بتاع التفتيت. ما تنسيش ان مصر كانت محطوط، يعني خلاص كانت هي الصيدة الثمينة بتاعة التفتيت. فإحنا وثقنا فيه وهو وثق فينا، وهو ده القوة بقى. ما هو القوة، أنت لما تكون أنت متوجسة من رئيس ما بتديش كل اللي عندك، لكن لما بتبقي بتثق فيه ثقة مطلقة وهو بيثق فيك ثقة مطلقة، فالتبادل الثقة المطلقة ده هو اللي بيعمل المعجزات. صحيح. وده اللي حصل، لأن اللي حصل في مصر معجزة. طيب هقف مع حضرتك عند فكرة التفتيت وإزاي تم التصدي لها. أنا بشوف أنه تم التصدي لها بجانبين، إذا اتكلمنا عن جانب عمراني تنموي وده حصل على أرض الواقع، من الناحية الثانية يمكن الرئيس بيتكلم دايما على الفكر والتوعية. وفي الحقيقة الدولة المصرية اشتغلت على الجانبين، ان هي نمت وعمرت ووفرت حياة كريمة للمواطن، في نفس الوقت ما نقلتوش في هذا المكان او من مكان لمكان اخر من غير ما توعيه وتفهمه ويبقى توسيع المدارك، وان اجازنا استخدام هذا التعبير. السير في النهجين دول يا استاذة فريدة، هل سهل الطريق على المصريين وعلينا؟ طبعا، ولسه هيسهل اكتر.
يعني لسه الريس معتبر ان معركه الوعي دي اللي هي المعركه القادمه، ودي معركه محتاجه لنا كلنا، محتاجه لتضافر كل الجهود المصريه، وكل فرد فينا عليه الالتزام بانه فعلا يدخل معركه الوعي. مفيش حد يقول لا معلش ده المؤسسه ده مش عارف ايه ده، لا احنا عايزين كلنا كلنا نحس بالمسؤوليه دي اللي الريس نفسه ان كلنا نحس بيها. يعني انا مثلا يبقى عندي حفيد اقول له انت عندك اخ صغير تقولي له، يبقى بعد كده لما يبقى عندك اولاد تقولي لهم، يعني كده يعني دي مهمه جدا 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 علشان مصر ما ترجعش بقى.